خير واهلا وسهلا بكل اهلاويه، تحيه ليكم في بدايه حلقه جديده من السادسه. الدنيا ابدا عمرها ما هتكون سهله، وهتلاقي ناس كتير جدا بتحاول تعطلك، وهتلاقي ناس كتير جدا بتحاول تحطمك، وهتلاقي ناس كتير جدا مش قادره تحقق نفس مستوى النجاح اللي انت بتحققه، فمبيبقاش فيهم او قدامهم طريقه غير ان هم يحاولوا ان هم يفشلوك. عشان كده لازم ردك يكون عليهم انك تثبت انك واثق في نفسك، انك حقيقي مش فيك، انك انت قادر دايما تواصل مشوار نجاحك مهما كانت المطبات. دي كانت واحده من اغلى النصايح اللي قالتها لي امي الله يرحمها، واللي ما زلت مؤمن بيها وبطبقها في حياتي لغايه النهارده. وما عنديش شك، وهي دي الرساله الحقيقه الانسب اللي ببدا بيها حلقه النهارده لرجاله النادي الاهلي، لنجوم النادي الاهلي اللي برضه ما عنديش شك ان هم في جنوب افريقيا وصل لهم ردود الافعال اللي حاصله هنا في مصر. حط كل الكلام اللي اتقال تحت رجليك عشان تقدر تطلع لفوق وتقوم تاني افضل واحسن واقوى من الاول، وما عنديش شك ان احنا نقدر نعمل ده. الاهم ان احنا نحاول نصلح مشوارنا، وان احنا واهم من ده كله ان احنا نعمل اللي علينا في اللي جاي، والباقي بعد كده بتاع ربنا. مهم جدا 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 في مباراه القطن الاهلي يرد اعتباره امام الجميع. القصه مش قصه مباراه ومش قصه مكسب، لكن قصه رد اعتبار، وده يحصل بتركيز كبير جدا وبمجهود كبير جدا وبعطاء كبير جدا على مدار ال 90 دقيقه المهمه والفاصله اللي بينتظرها الاهلي امام القطن يوم الجمعه.